في 1985 في الرباط يعقوب المنصور شارع الكفاح في نقاط واحد رئيس الدائره تما الدائره اتصل بسيد تباع قال لها سيد تباع ديك الساعه هذاك رئيس الدائره وصل الخبر بان واحد دار ساكن فيها واحد الراجل ومراته وثلاثه د ولادو الصغير عنده تمن سنين والكبير عنده 14 عام ساكنين في واحد الدار هادوك الدار ملفين الناس تعرفوهم وعندهم شي كراج تحت مكريين تعرفوهم من الكراج الصباح تدخل تهبط ديك المراه وتتهبط وتدي ولادها للمدرسه والحاج تيهبط قدام الباب كذا ذاك النهار حتى واحد مخرج. طمبلة طمبلة هم الباب هم ما خرج الطومبيلات ديالهم ما تحركاتش الباب ديالهم ما تحركش الدراري ما مشاوش للمدرسه الجيران داكشي اللي قرب لهم دخل فيهم شويه الشك صونا وصونا ودقوا صونة وتا واحد ما تيجوا شي مقدم داز من تما قال لهم اش كاين قال لي ودي اش كاين اش كاين هاد الدار راه اش كاين اش كاين ما الباب والناس هنا الداخل حنا متيقنينهم ولا الباحه يدخلوا في الدار الداخل ودابا راه ما كاين حتى شي واحد ما تيجيو حتى شي واحد طاس برئيس الدائره الدائره السادسه ديال يعقوب المنصور ودخل عند الكوميسير قال لي ودي واحد القضيه راه اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين خبروا رئيس الدائرة السادسة اتصل بست التباع اللي قلنا سيدي دريس اللي هو رئيس الشرطة القضائية الله يرحمه وقال لها ودي عندنا واحد الحالة اش فيها فيها القضية مشكوك فيها شوية دابا نشوفو التدابير اللي غنديرو انتقل سيد التباع والعناصر ديالو عين المكان بعد ما قاموا بالاجراءات القانونيه اللازمه اشعر سيدي وكيل الملك مشاو تما وقفوا وفتحوا ديك الدار فتحوا ديك الدار وطلعوا سيتبع البوليس اللي معاه رئيس الدائره السادسه البوليس اللي معاه ومقدم كذا وكذا طلعوا الفوق الدار عندها دو زيتاج جوج جوج زيت كاين الكارجه لتحت كاين الايطاج الاول الطبق الاول وكاين الطبق الثاني في الطبق الاول كاين سدري ثلاثه كل واحد فراشه الفوق ديال الحاج مول الدار ومراته لقاو الدراري بثلاثه مذبوحين كل واحد في راسو المذبوح الاول اللي عنده 14 عام واللي تابعو في الامر والصغير اللي عنده 8 سنين كل مذبوحين مذبوحين فراشهم راسهم كاين شي شويه ديال التحرك ربما مسكين غفلهم في النعاس وزرب عليهم وداك التحرك كما تيكون في المسطره ديالو يمكن ديال الدري كانوا تيتركلوا من ذبحهم ذبح الاول والثاني والثالث هذا اللي دخل او هادو اللي دخلوا وطلعوا فوق وقتلوا الحاج وقتلوا الحاج مراتو وخرج هذا اللي قتل خرج مشى في حالته الدنيا عامره بالدمايات الدراري مذبوحين حوايجهم ملطخين بالدم كيما تيقول سي ادريس اللون ديال التوب مابقاش تيبان داكشي لابسين الفوق الحاجة في الدروج مقتولة في الدروج والحاج مقتول فراشو. الحجة في راسو الحاجة مقتولة في الدروج يمكن تخلع عليهم هذاك في الليل في اثناش الليل ولا شوف فوقاش في الليل يمكن سمعات ولادها سمعت شي ضجيج وهبطات وكانت هابطة في الدروج تلقاو ليها قتلوها حنا جايين في الهضره وغنقولوا هذا الشيء هذا حنا عرفنا دابا كلشي ميت وكلشي مقتول وصوله البوليس حنا غندوز دابا للبحث اولا سي تبع باش بدا في هذه المسطره ديالو وفي البحث ديالو شكون هي هذه المراه شكون هو هذا الرجل الضحايا هاد, 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 هاد الرجل اللي سميتو علي سي علي مول الدار ومراته سميتها يمنه هاد الرجل كان خدام في فرنسا ودوز حياته كلها فرنسا وهذا الرجل كما قال هو هو سوسي وخدم مزيان في فرنسا خدم مزيان حياته كلها دوزها ولما جا تريت جا تما وسكن في ديك الدار ديالو مع مراتو مراتو هي تتسير اعمال ديالو عندهم كلاوات اللي ديال ديال الكراجات ديال تحت ماندا عندهم مزيان عايشين مزيان رجل معروف عند الناس تما الجامع الدار الدار الجامع سيالي مراته معروفه واحد امرأة كانت واحد امرأة حتى هي من بلادو امرأة صحيحه كان معروفه بالجمال ديالها حسب ما جاء في المسطره وكانت هي اللي قبل لي الشغلات ديالو هي اللي مقابله الدار مقابله الاولاد مقابله المصروف مقابله كل شيء الدار ديالو هو كان زاويه بحال الزاويه اللي جا من البلاد تيجي عنده لا من عائلتها ولا من عائلته رجل معروف داك الكرام ديالو معروف تيجي من البلاد وهي كانت برا مزيانه كانت بحال رجلها اللي جا جا غا باش يشوفو تترحب به وتتكرمو وتيبات عنده جا على شي غرض تتقضيه ليه تيجيو عندها السلف تسلفو من عندها تتعطيهم في سبيل الله تتعاونهم هذا معروف عليه معروف عليها في البلاد ديالهم في البلاد ديالهم في البلاد ديالهم معروف عليهم هادشي علاش في البلاد ديالهم انا غنجيك ومنين جات الخبر ديال البلاد ديالهم معروف ذاك الراجل في البلاد ديالهم بانه رجل مزيان واللي مشى من عندهم عند واد البلاد تتطلع فيه وتتطلع فيه وتكرمه وتيعطيو هذا وهذا لكن هاد المرة هادي كان عليها شويه ديال الغيط شويه ديال الهضره شويه ديال الكلام هي بقى صغيره الرجل كبير هي مولات الفلوس هي مولات كل شيء مشات دارت البيلمي، دوزات البيلمي. شرا الطومبيل واحد ديال دوز تركب عليها هي اللي تتسوقها مرا بها في نعم الله اللي عطاها هذيك النعمات اللي عطاها الله تتبين النعم ديالها الجمال اللي عندها محافظه عليه انيقه تتعجبات البس تتعجبات يدير يدها في يديها وتبان وتبان بالدب تيعجبها ولكن الناس اللي ديالهم كثيرة تتلوك وتيهضروا عباد الله تبرقيق والهضره فيها بالجيلان تقول لي حداها سيرتو عائلته عائلة رجلها عائلة رجلها خدام لها بالهضره ودير لي وقاضية عليه وراه تمشي مع واحد خينه وراه كذا كذا واش تدير تهضروا فيها بزاف 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 سيرتو من هي دوزات ليها الماندا هو دوز ليها الماندا ديال اللي كانت تخلص الماندا اللي كانت تجيه دوزها في سميتها لان هي تتصرف ربما كانوا دوك الناس اللي من عائلته كان كانت الماندا في الدو كان غالي داز داز عنده تيزبروا تيطحنوا تيعطي تيعطي تيعطي, تيعطي المراه شافت ولادها غادي الكبيرة ولا عنده 14 عام وجوج دراري اخرين تشوف مستقبلهم شدات الامور في يديها شدات الامور بيديها واللي تيجي تتصرف ما هي ربما هادشي عائلته هو اللي في سلامه اللي في الرباط ما تيبغيوهاش وبقاو تيكريتيكيو فيها وخا تيجيو عندها للدار وخا تيعيشوا معاها وخا تياكلوا ديما ديك الهضره ديما ديك الهضره هاد السيده هادي كانت شويه اوبيز كانت شويه غليظه ومن غير كانت في الاغلبيه في دارها ما تتقاش تلبس حوايج مثلا تتخلي درعينها عريانين هذوك الناس عائلة رجلة اللي هما من ايدا وتنان كانوا تيهضروا فيها حاجه صغيره تكبروها غدا مع الرياض عينها بلا حشمه بلا حياه طلقه شعرها بلا حشمه بلا حياه ما بقات تحشم من حد كذا الانسان يا فيها يا فيها بزاف 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 وحتى بعد الجيران كانوا تيكريتيكو فيها حتى بعد الجيران تيقولوا نعطيكم غير مثال واحد واحد البوليسي من المعلومات اللي عارف انا في ذاك الوقت وهذا ما كاينش في الملخص ولا ربما كاين في المسطره واحد السيد جا هو في المخزن عاونها في 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 في, في البيرمي وداها فين غدوز وعاونها في ديك الطوموبيل اللي شراها دخلوه واحد الدخله قدا قدا شتي كريتيكو فيه تيهضرو عليه تيهضرو عليه راه تعرف مها تيمشي معاها وداها وشراها الطوموبيل ودار دار دار داك السيد بجارها دار واحد الخير عاونها عليه علي الالسون عليه الالسون وهاد السيد مسكين هو في البحث خرج بالي بون بقى البحث تجري من هو القاتل نبحث سرق ايام وهذيك وهذيك القضيه ديال المرأة تقتل هي ورجو وثلاثه الدراري تما دارت واحد الضجه في مدينه الرباط ولا الغادي تيهضر بها والجاي تيهضر بها وكل شيء تيهضر بها الشيء اللي جعل السي تباع اللي مكلف بها والناس اللي معاه تيقول السي تباع في هذه المسطره ديالو هذوك الناس اللي جالسين على الارائك الناس اللي اللي تيحكموا اليوم مقابلين تيعرفوا غير كون نهار صبحوا عليه التليفون آه فين وصلتوا واش درتوا فين وصلتوا يعني ايوا عطيونا شي نتيجه كذا كذا وهاد القضيه هادي بلا ما نذكر الاسم ديالو طلعت له كبير طلعت له واحد واحد طلعه كبيره عند الناس المقابلين البلاد ولا المقابلين الدوله ولاو تيعيطوا عليه ناس كبار في البلاد تيسولوه من غير البوليس من غير الرؤساء ديال البوليس من غير المدير العام الامن الوطني ناس كبار تيسولوه وحال تيحملوا المسؤوليه ديالو زرب يا سيدي دير يا ما دير سي شدوا الفرقه ديالو فرق على فرق من الفروق اللي فرقهم شي تيخدم في سلا شي تيخدم في الرباط شي ساكن في ذاك الحي ديال يعقوب المنصور تما تيسول دار بدار حانوت بحانوت كذا كذا هما خدامين صيفت واحد لا بريكاد صيفتها لإيدا وتنان صيفتهم تما قال لي لهم غاتمشيو تعرفوا الأصل ديال مرات تما والأصل ديال الراجل اللي مات وعائلتهم شكون تيجي عندهم شكون اللي جا عندهم شكون جا في الشهر اللي فات شكون اللي جا شكون تيجي ديما شكون تيجي قليل مشاو يقول الاخوان تما ومشاو ديك البلاد وجلسوا تما وجلسوا تما خدامين على العائلات واحد بواحد ومن تما تيصيفطوا لسي تباع واحد سميتو فلان بالفلان راه تيجي عندهم واحد سميتو فلان فلان راه تيجي عندهم واحد سميتو فلان فلان واحد راه ساكن في سلا واحد ساكن في الرباط واحد ساكن في قنيطره واحد ساكن في كذا وهاد الناس كلشي تم السداء ديالهم تم السداء ديالهم قلبت معاهم في كنتي في جيتي فين جيتي فين مشيتي وطال الشغل طال الشغل كثر 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 الشغل طال طال اللي تيخدموا لداخل تيخدموا برا وداخل المدينه خارج المدينه كل اللي عنده علاقه بها الخضر القزاز اللي مشات عنده والاخر وطال هذا الشيء طال وضربوا فيه واحد الثمره كبيره ودق عليهم من الفوق على البوليس فين وصلتوا فين وصلتوا فين وصلتوا فين وصلتوا اش بغيتو كاع نتوما شكون نعطيكم نزيدكم 20000 بوليسي غير هضروا نعطيكم البوليس نعطيكم ما عرفتش شنو بغيتو نتوما تاخذوا اسيدي خرجنا القضيه لان الناس ضربات ولا تهضروا عليها لا بقوش تهضروا في حاجه اخرى كيما كان الحال عندهم الحق الناس منشوفوا دار تذبح فيها مراه وجده ثلاثه والناس يزيدون يهضروا والناس يتكلمون والاغلبيه كانت يدوزوا القضيه لجهه المراه ورا هادو واحد كان مع المراه وكذا وقتلها الله عنك تيقول لك سيدي كان البيت تما عند المرأة وهي مالها راسية وراه كذا طاطا وبقات يدوزوها للمرأة والراجل كبير الراجل كبير حنوا على الراجل الكبير حنوا عليها راجلها ما كانش عليه الدق بزاف ديال الكلام والهضرة ديال عباد الله والألسنة والتبرقيق ما كانش عليه كان على المرأة مسكينة فيها وفيها, وفيها وفيها وتدوز الطوموبيل وكذا وكذاب عطاهم الله قال لي تيقولوا راه شتا واحد النهار ديال ستبان لي دايزة من حنا عندنا تاتا حلب كتروجناوها اديرها زوينه راه ما تيغم اخا ديرها درتيها زوينه ودرتي واحد النار درتي خيبه هذيك خيبه تزيدو فيها بزاف ديال الخيبه الى خرج باك من الدار مريض خرج مريض وداز واحد الحومه ولا غدا الصبح ميت كل شيء تيجي وعزي وكل شيء تلاقى مع باك وسلم عليه وعندنا مسكين شوف سبحان الله العظيم بحال تيودعنا تلقى بيا ويقول لي سي ربي لاباس وراك عزيز ها انا مسكين ها انت ها هو ميت الاخر تلقى بيا تقول تلاقى بيا ولك حسيت بيا اخي وأصفر اخي أحسيت به مسكين وقال لي يا انا مهلوك لان الناس تلاقاو داك اللي مات تلاحظوها من تيموت الميت شي واحد مات في شي حومه كلهم تلاقوا به في ذاك الشهر كلهم جلسوا معاه في ديك السيمانه كلهم سلموا عليه كلهم قال لهم انتم عزاز عليا كلش اي عز يجيو عزيو بداو على ولده ومراته لا مسكين تلاقى بيا غير البارح لا اله الا الله تعلقني وانا جالس في القهوه بحال هكا تيكبروها تيزيدوا فيها المراه ماتت وقعوا عليها بالكريتيك برا كل شيء غد لها التهمه لها هي كلها 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 انا ما مفاتنها وما تكسبوه من ذهب ونعيمها وكسبوات اللي تدير وكذا كذا 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 الدراري ديال الاذا وتانا واحد الخبر قال ثاني واحد المراه كبيره قالت لهم واخا ما شايف هاد الشيء نهضروا على المسطره كامله تقول لك المراه تقول لهم ودي هاد الضربه هادي راه ما تجي غير ولاد عمها ولاد عم راجلها ولاد خوتو ساك من في الرباط تيجيو عنده هادوك راهم تيجيو هنا ما تيسدوش فيهم في الدوار غا تيهضروا عليها تلخص الفلوس عملت تاكل فيه دات ليه الماندا دات ليه كذا كذا كانت تدور معانا مابقاش يعطينا حتى ريال وتنقول السلف ما عندنا شوفوا معايا هي دار البحث لهاد الجهاد واحد ولد خو المرحوم سميتو احمد ولد خوه آه احمد تيقول السعدي اللي مات عمي تيجي عندهم مره مره تيجي ديما بالناي سقط خبار ديك الجريمة من نهار هو سقط خبار ديك الجريمة ومن نهار الأول كان مع البوليس سقط خبر جا راه واحد البيكالا ديالو كيما تيقولوا طاح في الأرض بقا تيتركل وتيبكي تيغوت والبوليس قالو استغلوه عطينا معلومات تيقول لهم كذا تيقول كذا تيعاون تا هو تيمشي هنا أنا تنجي عندهم ديما عندهم تنسخر ليه تندير تندير كذا 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 البوليس ما شدوش ديك 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 ديك, 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 ديك الوقيته خلوهم مطلق ما كانش ما يثبت بانه هو بحثوا مع شي بحث اولي وقالوا لي ما تمشيش ما تسافر فين تبقى في الرباط الا بغيناك نعيطوا لك حطوه هنا حطوه البحث ديال السيد تبع كان واحد البحث دقيق وكان واحد البحث عنده واعر 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 وعلاش ما بغاش يدخلوا ويعتقلوا داك الشيء ويدخل معاه صحيح لا تيقلب عن البرهان وعن الحجه وعلى الدليل وما بغاش يدفعوا للمحكمه مشبوه فيه ولا باعترافه ولا كذا وكذا وما بغاش فيكم سنة غير يدخل في الحراسه النظريه ولا يقضي الحراسه النظريه قال لي ما تسافرش يبقى هنا ياخذ لي ديالو قال لي بقى هنا لا بغينا شي معلومات تجيبوك واخا قال لي مرحبا سيدي انا معكم مشاو عند واحد خينا كاري الباش عنده حانوت لتحت يصوب البيسان تحت الدار ديالها كريم من عندها هذاك مول البيسان بحثوا معاه مزيان تلقاوه بريء مول البيسان بريء دري عنده البيسان تيخدمهم ذاك النهار فاش السد ها فين مشيت ها فين مشيت ها فين مشيت مشاو لداري ومشيت لداري ونعست الصباح جيت للخدمة جيت للخدمة لقيت البوليس واقفين قدام الباب جيت شوية معطل هما مش تنجيب كل جيت شوية معطل هادشي اللي قال هما في البحث ديالهم راه ماشي مثلا واحد باش يعرف راه ماشي البوليس جا عندهم قال لهم قول اخويا انت شنو عندك انا تنصور البيسان فين هنا قالي عندهم ايه البحث فوقاش مشيتي مشيت مع السته اليوم مع جيتي جيت مع تسعود ونص جيت معطل شويه مش تحل قبل مش تحل قبل هلا سير الله يعني يقولوا لا ما مشيتي في مشيتي مشيت للدار. بوحدك بوحدك. تلاقيت شو واحد في الطريق أه شكون تلاقيتي فلان فين تلاقيتي هل أه سلمتي لي ايه جيبو فلان ومن بعد من دزتي دزت مع عند مول الحانوت شنو خديت خديت الكارو مشيت سيرو مع عند مول الحانوت هذا الكارو ولا راه دقه بدقه راه البحث راه هو ماشي غا قال مشيت هذا راه تيضربوا معاه يقدروا يضربوا معاه نص نهار ديالو ديال البرنامج ديالو اللي فين مشاو فين جا داكشي ضرب عليك السيد ضرب نص نهار ديال البحث دقيقة بدقيقة حتى مشى الضرب حتى نعس حتى ناض امك انت في الصباح شكون طيب فطور امك اجي طيبتي لي ولدك شنو طيبتي ليه شنو فطرت يقول اتي يقول شوف مرة بوحدة تيعزلوها واش طيبتي شنو طيبتي ليه لان الموت هذه كارثة خمسة الناس ماتوا البحث تيكون مدقق مدقق والست تبا الله يرحمه كان مع البحث كان عنده كيما تقولنا فاس طويل دقيقة بدقيقة دقيقة بدقيقة كما قلت أنا واحد المرة في ف... كنا على الشهود وقلت للإخوان ديال ضباط الشرطة القضائية والدرك كنا وقلت الشهادة إلا قالك لك مشينا عنده وتعشينا والصباح وقفوا وقفوا في ديك تعشينا عم يقولك ونعسنا والصباح بغينا نمشيو قلنا بلاتي خلينا في تعشينا ماشي دخلنا عنده تعشينا ونعسنا في الصباح مشينا تعشيتو قول ليه اش تعشيتو قالك تعشينا آه المرقه قول باش باللحم اللحم اش من ولا غنمي باش بخضره بالزيتون بالبرقوق مش باش باش بخضره حاجه بحاجه دقيقه دقيقه وكا كان اللي بعد فات الجريمه هذه سيرتو طال الوقت عليها طال واحد الوقت فاتت واحد 20 يوم ولا واحد خدام لان حتى حاجه ما كاينه حاجه باينه طال الوقت ولاو تراجعوا حرف بحرف مع الواحد حرف بحرف كلمه بكلمه كلمه اللي قالها هذاك مول الباش بحثوا معاه ما لقاو في باري صافي ما دار حاجه لوني ما حضرت يقول فيه سديت مع سته ما مع الصباح ولا ما قدر ما درت والو بحثوا معاه مول حامد الاخر حتى حاجه بحثوا مع الجيران حتى حاجه رجعوا لبو احمد اللي هو رجعوا لبوسقه وتما تيتركل وجا بكري وبكى شكى تمشي معاهم تيقولوا بأنه كان شي ممكوت تما طاح حدا الماء بقى تيهز تيضرب وجهو داك نهيصو داكشي يضربو جو الناس يقولو حشومه عليك حشومه عليك تيمسحو لي وجهو داكشي تيقول لهم وا علي ولك كنتي معاوني وانا غاب الناي وانا تنضرب تماره ونجي عندو يعطيني ونجي عندو كسيدي يا ولادي تيمجد فيه بداك البكا ديالو الخير اللي داير فيه جابوه جلسوه بقى تيبحثو معاه تيبحتو معاه حرف بحرف كلمة بكلمة كيما قلنا النهار الأول قالولي سير تنعيطولك بقاو تيبحتو جوا أخرين أكدو جابو دوسي قد هكا ولا دوسي كبير فيه شكون تيجي عندو فلان وفلان 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 اللي جا عندو العام اللي فات اللي جلس عندو سيمانة جابو دوك الناس بعدا الآخرين اللي جاو عندو ضياف الآخرين واحد ال... واحد ثمانيه ولا تسعود جابوهم جابوهم من البلاد مشاو بحثو معاهم وجابو شي وحدين فيهم مشكوك فيهم تا الرباط وبدا البحث ونصيبك حلا هاد البعث هذا وتم لك حلا واش تتصحابك دابا لما كان سي تبع الله يرحمه حي وحنا خدمنا معاه فاش تكون في واحد الجرائم هادي واش فيها باقي فيها شي ناس باقي شي شي بوليسي من لابي جاي يمشي ناس سيرتو من الفرقه اللي مقابله ديك لافير كان شي واحد يقول ما غنمشي نخرج ولادي كان شي واحد يقول لهم انا مريض والله ما تمرض وخرج بشهاده طبيه والله ما يقبلها من عندك ما كاينش مريض جلس في البيرو عاوننا 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 واحد الجريمه هادي ما فيهاش الرحمه والو والله جمل اللي حسنوه وانا نقول لكم في الاخر شي طرا البوس اللي ضربوا التمر في هذه القضيه هذيك جابوا احمد وقلت سمع احمد قال لي وانت ضربتي التمر وبكيتي وبقى فيك السي علي وبقى فيك مراتو وخدمو معاك وداروا معاك وهادي 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 ايوا الله يعطيك الصحه انا عاودوا معاك من الاول ديك النهار فين مشيتي وفين درتي وقول لنا ديك الليله في كنتي وبدانا من النهار في الصباح حتى العشيه حتى نعستي حتى هذه حتى هذه قال لي مولاي ودي نمشي قلت خدام في السلاق مع شي بناية ورانا بناي وجيت سيدي عيان داري ودزت سلمت على عليك، علي ومشيت في حالاتي ونضر ونعست أنت فين ساكن انا كاري فين كان كان عندي واحد السيدة بيت هو مزوج كان عندها بيت هي إيه كان عندها بيت نمشيو نشوفو البيت مشاو عندك السيدة اللي كارية عندها واحد الدار فيها الفوق والتحت كاريها بيوت الزفرية والناس اللي تيخدمو بالنايا اللي ما عندهم شي ولادهم داكشي كارياهم شي عيلات لتحت بقاو تيبحتو مع ديك المرأة ديك المرأة تتقول شوف أسيدي واحد المرأة موكدة كيما تيقول هنا في هذا المسطره تقول تيقول مرا مقدة مرا واعيه وقافزه وعندها واحد الشخصيه سلطويه سلطويه واحد مرة قال لهم شوف اسيدي انا نقول لكم هذه القضيه انا لما تيدخل كلهم تنسد الباب بالساروت الساروت عندي هذا محال يا سيدي انا كاريه لهم انا اللي تدخل في الليل ما كاينش ما كاينش تدخل ويخرج في الليل ما كاينش سد الباب بهم عندي فين نمشي في النهار طيب ماكلتي ورد الباب الداخل والخارج انا كون هذا السيد خرج في الليل ولا سمعت قرقب ولا سمعت دار ولا سمعت دار ما يمكنش انا نعسي غير تيتحرك الباب تنفيق ما يمكنش هاد السيد يكون دخل ولا خرج راه من دخل هاد السيد راه ما خرجش انا نقولها لكم كون خرج نسمعو شكون اللي غيحل ليه شكون اللي غيمشي انا تنسد الباب بالساروت شهادة شهادة مزيانة شهادة مزيانة شهادة بقلنا لك السيد من دخل ما خرجش حمد من دخل لبيتو ما خرجش من بيتو ولكن هنا بنت الحرفة المهنية والحرفية والفن ديال البحث ديال سي تباع قال لك سي سي تنعيطو لك عاود مرة ثانية مشا كلف شي وحدين من الفرقة كلفهم بواحد المهمة عجيبة واحد المهمة ما لهم ديك الدار ديال ديك المرأة هذيك الدار ديك المراه كلفهم بواحد المهمه كنا غريبه غريبه قال لهم ما تعسوا على ديك الدار ديال الكاميرا ومن تكون هي تما شي حاجه من الدار ديالها من الداخل ديال الدار ديالها شوفو كي تغتنموا فشي فرصه باش تدخلوا للدار ديالها ما تهرسو ما تفتحو المفاتيح شوفوا واش كاين شي طريقه باش يمكن لكم تدخلوا للدار وتخرجوا من الدار مشاو الاخوان تمكنوا من ذاك الباب لقاو غير مترع في الليل دخلوا للسطح وجابوا واحد المجموعه ديال الحوايج ديالها اللي في السطح جابوا من البيرو حطوه لا غدا استدعوها عيطوا ليها وجات للبيرو هذيك المراه الموقده ديك المراه اللي ما تيدير حتى شي واحد وجلسها سي تباع حط الحوايج بقات تشوف الحوايج محطوطين قال ما كنت تشوف الحوايج قالت لهم هادوك بحال الحوايج ديالي قال وا تاكدي منهم قلبيهم واش حوايج كل ماشي حوايجك بقات تقلب اه هذه التحتيه ديالي وهذه الفرطه ديالي كتنشرهم في السطح وهذه ديال كذا وادي ديال كذا قال لها من تيغد النهار لقيت شي باب ديال السطح مفروع قالت لي لا تنسديه تنسدو اسيدي والباب ديال التحت لقيته مفتوح لا هاد الحوايج خرجوا من الهدير خرجو كاين يطلع السطح واش بدا هاد الحوايج كاملين حطهم جابهم لينا هنايا تي انا الخارج عليا والداخل عليا قلت لهم انا مرا كبيره الصراحه نقولها لكم انا مرا كبيره انا مشيت ديك الجريمه هاد الموت وقعت انا قلت لكم داكشي اللي قلت لكم وانا مرا كبيره ومريضه شحال مره سيدي تبقى جالسه في الدار ما تنشعرش وتيديني النعاس ما تعرفش شكون اللي داخل شكون اللي خارج قال لها انا النهار الوقت تخلقي يعني انا نهار الوقت كذبي علينا انتيا انا بابي نسد عطى طلع تحلو الى ما دخل شي واحد ما نقدرش يدخل تقلقبت غير شي حاجه تنفيق ناسي خفيف تتخلق علينا يعني دخلوا للدار ها هما والباب محلو والدرع طلعوا للسطح جابوا الحوايج وجابوهم تتخلق البحث دونا محضر قال لها زي حوايج بقاش هاد مرة تكذبي على البوليس ها آه ما دخلوا الدار راه فيها امه ديال عباد الله دخلوا الداخل والخارج عندك في دي دخلوه. دخلوه ديك الدار ها هما الدراري ديالنا دخلوا ما عرفوا نتا دخلوا وخرجوا تيكاريال كلشي شي داخل شي خارج تخلقينا هادي راه الناس احمد جابو السي احمد قلتلو السي احمد قال لي شتي الشهادة ديال ديك 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 الكذابة اللي لنا انت سولو مولات الدار مولات الدار هي عارفة وما كاينش من الناس ما تنخرجش كذا كذا ديك الهضرة ما عندنا ما نديرو بهاديك الدار غير مترعة شي داخل شي خارج جلس معنا في الطابلة بقا تيبحتو مع السي احمد في كنتي فين مشيتي عطاهم كاع داك البرنامج ديال النهار اللي قال لهم كله كذوب فين مشيتي مشيت عند واحد صاحبي شتي يدير حجام اش درتي عندو؟ اه عند مشيت عندو كنت غنحسن وما حسنتش، يلاه عند الحجام، الحجام ما جيتيش، ما جيتيش عندي، ما جيتش عندك انا وبغيت نحسنو؟ اه ما جيتيش عندي يا سيدي، ما تقولي لي جيت عندي، فين مشيتي من تما، هنا نقول الحجام جيت عندك، فين جيتي عاوتاني؟ مشيت عند واحد السيد صاحبي، فين كاين السيد صاحبي؟ اه صاحبي، فين كاين؟ اه في واحد الدار ديالو قصرت معايا يلاه نمشيو عند السيد، لا ما كاينش، ما كاينش، اه قالي مشيت عند واحد ولد عمي. سميت هذا ولد عمك هذا ولد عمي سميتو ابراهيم تيجيك من العائله ايه تيجيني تيجي المرحوم السيري مشيت عنده مشاو عند السي ابراهيم السلام عليكم السي عندك كان عندك البارح غير ما جاي عندي الله اعلم انا دابا تنمشي مع الطلبه تنقراو مشينا معروضين لواحد الجهه معروضين اجي تنتاج انت كنتي معروض عند الطلبه اي يا سيدي معروض عند الطلبه تنمشي مع الطلبه من ايه هذا السي انت ولد عمو حتى انت اي ولد عمو لنا الطلبه وتولينا الدار في كاين يا سيدي قدام واحد الدار عندك الدار في الاياس اللي جا مع الطلبه وداروا على الطلبه تقول لك الحاضرين الفقيه فلان الفقيه فلان الفقيه فلان الفقيه فلان تنقول لنا هذا الشيء راه ماشي تيدار في ساعه وساعتين الخدمه ديال نهار ونهار ونص تدار تهضر عليهم قول سيدي كان معكم كان معنا سيدي كان معكم يا سيدي كان معنا الماء كان معكم شحال جاب الله شحال فرقتوا سيدي شي بركه شحال جاب الله واجب شيء نقول لك واحد وستمية واحد زيد سيدي زي وانت كل واحد دارو بعد ديالو من بعد بعد داك ولد عمو كان عن الطلبه لما داك ولد عمو قال كان عن الطلبه وحمد كان معاهم في الطوموبيل وتيشوف داك ولد عمو تيدافع على نفسو وتيقول كان عن الطلبه مشاو عندك دوك الطلبه تيسولو ومشاو عند مول الدار تيسولو هذا وذا عرفتي هو بحال عصب قال ولد عمو ولد عمته قال له انت ابراهيم تلغى غدا وتجي عندنا واحد الكلمة قالها الاخوة اللي كانوا خدامين تما قال واحد الكلمة قال له هو ما غيمشيش هو معنا قال لي لا دابا يمشي دابا حتى يوصل علينا هو غدا تكون عندنا في السجل ديال المحضر يلا انت معنا باش نكمل معك البحث نشوفك عاوتاني عاد ما مشيت وعاد ما كنتي سيد غاد تعزل بوحدو شاف ولد عمو تا هو كدبو قال لهم انا كنت هو يطلع الدم طالع الدم ويقول لهم اسمع الشاف انا ما عندي ما نقول لكم انتم طلعيني مهبطيني هذه شحال من مره تطلعوني وتهبطوني وخلتوني نسافر لا والو وتابعيني من اللور كذا كذا وهذا وهذا انا اللي عطا الله غنقول لكم ما لي راه يقول لنا انا ما نجيبو داك ابراهيم ولد دا عمي هذاك اللي مشى معاكم تيقول طلبك عند كنت عند هذه وعند هذه جيبو جيبو تا هو شوف غيقول له واحد هذه الكلمه هادي ديال جيبو ابراهيم ولد عمي عيطوا عليه قال ذا بيجي سي تباع وجالسين معاه العناصر ديالو اللي ضربوا تماره في سلا ضربين تماره في هذا حيت يولي الكروب كلهم مجموع اللي تيخدم تيولي مجموع وخا البيروات تيبين البيروات كلهم على الرئيس وست تباع كان من الناس اللي عنده واحد البيرو ماشي شي بيرو ما عندوش هو ديك العزه ديال البيرو وداك البيرو موقر والو درت ديك السونه ديك السونه شي يدوز ياخذ الكاريط من هنا شي يقول نعم سمد لي هذيك كان مسكين كان شعبي مع مع البول شعبي الشعبي هو وسطهم وقت انا قال انا خدمت معاه انا في الرباط خدمت معاه في القنيطره البيرو ديالو شعبي وديما البيرو مفتوح ديما البيرو مفتوح شي داخل من الدراري شي خارج وانا عارف كيفاش كانت ديك الجلسه ودورتها في راسي وسولت الاخوان لما هما جالسين كاملين وحمد هو المشكوك فيه نمرة اه وأسس بنمرة اه بعد واحد الوقت ديال تامر واحد العذاب ديال أيام ديال العذاب ويقول حمد جيبوا ابراهيم انا غنقول لك كانوا كيجيبوا ابراهيم هاد الكلمة هادي ديال جيبوا ابراهيم غنقول لي كان على واحد البوليس جالسين ضربو سيما ضربو ايام ماشي كتر من سيمانة كثر من جوج سيمانات اكثر من ثلاثه سيمانات اكثر من اربعه سيمانات واكثر من شهر هما تيضربوا التمارا وتيضربوا العذاب على واحد لافير واستدعوا طون ديال عباد الله واستدعوا الناس دعوا العيالات مشاو لهاد البلاد مشاو ديك البلاد مشاو ما خلاو ما داروا وفي الاخر واحد النهار واحد يقول هايتو الله ابراهيم نقول لي كان اسمعوا في البحث اللي تيقول سي ستبع كنا نسد امام السبل ونتعامل مع نتعامل معه باختصار شديد لا يتعدى ثلاث اسئله باش اتاكوه لما لقاو البرنامج ديالو مخربق بقاو تيتعاملوا معاه تيسدوا ليه البيبان ديال الاراوغ بقاو تيتعاملوا معاه بثلاثه ديال الاسئله من هو شريكك اين هو سلاح الجريمه من هي مجاورة جوجة عمك؟ تقول شوف دابا انت وليت تخربق شكون الشريك ديالك؟ السلاح باش يوم فين هو المستجم بين هاي فين داك الدب اللي ديتي ديال المراه فلوس اللي ديتي تكون جينا على هذه هذيك ما تقولش تي عيامي والو بون تسمعوا مثلا من يعتقد ان البحث سهل ما امثال هؤلاء المجرمين فهو واهم لا بد من تقنيات في توجيه الاسئله ولا بد من الصمت التام لا تسمع معه سما... سوى دقات القلوب ولهث الانفاس ممنوع دخول بيت الاستنطاق ممنوع استعمال الهاتف ممنوع كل الاشياء اللي تقطع هذا الصمت امور استقيناها من الممارسه والخبره البحث كما تقول سي التباع هو البحث اللي كان ديال السلطه القضائيه تيوصلوا تيوصلوا تقربوا للهدف تيولي الصمت قال جاروت تكميل مولاي بوي سكوت ما بقى واحد يهضر مع واحد تشك تشك تقول ليه تيولي الصمت خا يكونوا 20 في ذاك البيت هذاك الصمت وتيولي البوليس تيقربوك بحال بحال تيشوفو البيت غيتماركا في واحد الماتش كبير تيسمعو هادشي تيبقى القلوب تيضرب ديال دوك البوليس جالسين ديال لاب جي دي كلشي ساقر هو والمعلم المعلم تيهضرو الاخوان كلهم من اللور كلشي خدام تيطلب يا ربي تحل هذه المشكلة مشيو عند ولادنا نمشيو نريحو نمشيو ننعسو نمشيو للحمام نغسلو نحطو هاد الوسخ نحطو هادشي اللي عندنا و فواحد في واحد الوقت واحد تيقول لا بغيتو نهضر معاكم جيبو ولد عمي راه قد تيضرب طف 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 حنا كنا تنخدموا حق الله العظيم كنت انا بريكاد روسيرس بريكاد ديال البحث وغادي نجيبوا شي واحد وتنعرفوا واش كاين في الدار ما كاينش في الدار لما تيجي واحد كاين 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 في الدار قلبك تيضرب اصاحبي تيجي تو قلبك تيضرب قلبك تيضرب خدمتي عليه 15 يوم خدمتي عليه 20 يوم تثبتوا في شي جهه وتمشي تما وتتاكدوا كاين كاين راه كاين هنايا قلبك تيضرب ما تعرفش علاش تيضرب واش حيت كاين واش حيت غتبدا في واحد المعركه ديال الشده تخاف انت وياه كيفاش غيخرج ليك كيفاش غيدير قلبك تيضرب ماشي خوفا ما, تفهمش ما عندهاش تفسير كيما تيقول الناس يتبع القلوب تضرب والصمت تيسود الصمت راه ما كاينش اللي عنده كاع ربعه اللي يدير والله ما يقد هو بوحدو ما يقدش ماشي كاين شي واحد يتحكم فيه ما يقدوش كمي وتيولي الصمت وفي داك الصمت وذاك السكون وفي ذيك الهضره قال سي تبع يطول على ابراهيم زدت با زعيرو وخرجوا الدراري مشاو الدراري فاهمين ما كاينش نوضع فلان نوضع فلان جاو ابراهيم وبقات مع الهضره تقول اسكت ما تقول والو اسكت ما تقول والو اسكت ما تقول والو تيجي ابراهيم كل شيء سكت كل شيء سكت وكل شيء فاهم وما كانش نبقاو نهضرو معاه ويقدر ديك الهضره غنزيدو معاه يخلق لنا شي تخربيقه ولا يلقى شي فجوع من يخرج ولا طاح شي بي. والو صافي يا سي غير صافي 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 تيجي ابراهيم تجي ابراهيم ما تهضرش كلشي تيسقر ولا ما كاينش شي واحد حل الباب دخل من بالسلام عليكم ما كاينش الصمت تيجي ابراهيم ولما دخل ابراهيم وجلس وجابوا الاخوان قال جلس ابراهيم جلس واسكت قال لي خاص جلس وسكت قول قال انا اللي قلتهم انا اللي ذبحتهم واش بغيتي ابراهيم هو اللي قال لي يذبحهم هذا اللي قال يقتلهم <applause> شنو هي القصة دابا غنبداوها دابا غنبداو القصة دابا غنبداو الجريمة غنهضرو عليها عجيب داكشي اللي كاتب السي سي 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 تبع الله يرحمه هنا هاد ملخص غير هاد الملخص غير الملخص ملخص, ملخص صابوا لي ولادو وناخدوه منه من المسطره من ما كتبه هو عجيب هادشي اللي كتب تي شوف هنا كابوليس بحال شي واحد شيباني من دوك من دوك العلام شكون هو العلام لان في الخياله هو داك اللي تيز المكحله في الخياله عندنا تقول اه حفيظ الله هذاك هو العلام وشي علام جالس كبر خد التقاعد بحالي انا وتسمع تعودوا على الخياله تيعاودوا من هزه الركبه ودرنا هذه وتقطع مارا ودرنا كذا تعاود بحال هكاك بحال هكا انا تنحس دابا بحال داك اللي كان مع الخيال داك العلام تنحس بلا بي جي تنحس بها من تنقرا هاد الشيء ديال سي تبع تنحس بلا بي جي ربما واحد غير خراب غي قصه ولكن تنحس بلا بي جي وتنحس بالكلام اللي تيقول هنايا المشكل اللي فيك البوليس داك الشيء تيحسوا به داخلين داك البوليس مع بحال هاد الجريمه هادي تنحس به ومازال بعد الكلمات غنقول لهم ديالو هو اللي كتبهم هنا الله يرحمه وقالوا لذاك ابراهيم سكت الصمت ما تهضرش ابراهيم والسي تبع قال ضرب يدو معناها اصلا تام مول فين دري هاد لي ماتش مول فين هاد اللعب مول فين دري هاد الجرائم من تيقرب المجرم يقولها من تيقرب يقولها ما تيبقاش كيهضر آه صافي صافي خليه يقول وهكذا قول خليه يقول سكت 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 خليه بوحدو بوحدو هضر سيدي بلا ما سيدي كان معايا هاد ابراهيم ولد عمي ديما معاش معايا عشيري عشيري وصاحبي وولد عمي تنجيو عند الحاج علي تيدور معانا وهذا كل نهار يقول لي فاش تمشيو للبلاد ولا هنا حتى نمشيو بجوج 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 و تيقول لي راه خدات لي الفلوس يا منى ويا راه دايره الصحاب رجال ويا تمشي مع ديك خينا تيديها بالطوموبيل الطوموبيل ويا منى نقول لك واحد القضيه ما كاينش فهاد المستر نعرفها واحد خينا داها هذاك اللي كتب كان في المخزن تاع واحد السيد داها غير البيرمي البيرمي دوز البيرمي وعاونا في واحد جاب واحد الطوموبيل واحد السمسار عاونا تا هو مسكين كثر ما عندوش تجارب الخلعه اللي عطاه الله من الجريمه قال لي ما ديتها البيرمي ما ديتها عاد خرب قلب حتى هو عاد خرب قلب حتى قال لك تا هو ما, ما ردوا المعقول وردوا للصالحه وكشيف خاف والواحد انت خلق بحال هكا يدوز شي دوزه تيخلق لك البحث خلق لي من البحث ديك خينا لا ما تعرفهاش لا ما عندش معها علاقه لا ما كذا كذا واخف في الاخر دور الطريق القاهره راه ماشي مجرم ما خوف الاخر تيقول تيقول احمد تيقول على ابراهيم تيقول تيقول لي راه فاسده راه تدي تدي الفلوس تطلق الفلوس تندخل عندك باش تعطيك كتافه شتي كذا شتي طاطا شتي هادي شتي هادي شتي هادي وتيقول لي الدار بغا ديري فلوس وغطب لي في كلشي وحنا كان تيدور معانا وشرينا العيد بقى يعطينا والو تمشي عند طرمينا 100 درهم وكذا كذا شتي فلان كنا لقيتو معاه ليه شتي فلان لقيتو معاه تيعمر في الاخر والاخر واحد المكلخ كلشي في كتافو راسو خاوي الى تو دون لي ميسكل غيا دون لا تيت كيما تيقولو النصارى عندو كلشي في كتافو وحتى حاجه ما كاينه في راسو راسو خاوي من الداخل كاين بزاف كان بزاف لي كل كلشي في صحته كان اللي صحيح في كلشي والمخ تيصفر حتى هذا كان صحيح والمخ ديالو ما تيصفر ما شدو الاخر الاخر صغار منه قصر منه وحرامي عليه ولد عمو شدو بقى تينفخ فيه تينفخ فيه تينفخ فيه تينفخ فيه, فيه. وفي الاخر هو يقول ليه تيقول حمد تيقول ورا قال كيفاش غدير ودينا الموس وجاب لي الموس وديناه عند مضاي وهذا المضيب وحده كل شيء حصل الا إيه هذا المضيب وحده اللي مضى كدوز مره مره تما تيمد الموس ما عاودش بان ذاك المضيب ما عاودش بان ما عاودش بان تماما شوف البحث في مجمشه مش حتى المضي تيقلبوا عليه لي. اللي مضى الموس وما بانش تعرف سميتو لكن ما بانش هذاك المضى كنسمع نسمع الموس تقتل تمسك نغبر نهرب للبلاد ولا ما عرفت يا رب ما نقول اش مضيتي ليه هو مضى ليه ويقول لي ذبحها ذبح في الروج بغيت ماشي شغلو فيه تخلع ومداو الموس ومداو قال لها كي غدخل هاكي كي غدخل ورا غنجيو في العشيه وغتسلت الباب محلول انا واقف من تما وسلت نتا ودخل للكراج كراج فيه الزرع قال لي الناس في الزرع وجا هو كيما جا وراه ابراهيم الخطه دارها الباب محلول غفلهم بقى دريت تلعبوا قدام الباب وداكشي سلت طف طف هبط دخل الدار دخل الكراج دخل الكراج فيه الزرع تخبوا راه شي قناطر بقى ناس ما شي قناطر تيقول واحد الدري مكيناش في هاد الملخص هاد القضيه عارفينها هضرنا عليها وهدرنا عليها تيقول واحد الاخ أخو اللي دارو المعاينه قالك بزاف ديال البوانت خلاها تما اذا بقى وقت طويل هو تيكمي تيكمي كازا خلى بزاف البوانت حتى واحد الباكياج معاها هكا طفاها ورماها تما كان مخبي في داك الكراج واحد القوت تي تكيف وساقر سنى الدار تسدات الكراج تسد مول بيشان. سد هو الكراج اللي فيه الطونبيل فيه الزرع دخل الحاج في حالاته طيبت الحاج العشاء يامنا طيبت العشاء تاع الشاو الدراري نعس نعسو الدراري نعس الحاج حتى منتصف الليل حسب ما جا هنا تن... لور زيرو حتى, حتى 12 الليل الناس نعسو بكري 12 الليل ناعسين ثم يطلع طلع البرومي ايطاج انا الدري الكبير اللي عنده 14 عام هو اللي قلت لك يعني شدو مسكين ناس الدري ذبحو والمضاع ديال الموس وذبح الدري الوسطاني وذبح الدري الصغير الدري الصغير تيقول هو بعد فاق فاق وذبحتو من اللور من هنا ذبحتو طيحتو وذبحتو من هنا نقول تيقول سي تباع في المسطره ديالو ماشي هذيك المسطره ديالو كانت عندي نسخه منها كامله تيقول للاسف للاسف هذيك النسخه بقات عندنا ماشي غير انا كان عطاني سي تباع الله يرحمه واحد الوقت كنا خدامين في الرباط عطل بزاف ديال الخطر كانت واحد المسطره كبيره و و و, و... تيقول فيها السيد تبع عمري ما شفت حياتك بحال المسطره هذه اللي سماوها الناس الزرقاء بصبروا حتى لا و... و... وسميها بجريمه جلال الكفاح و تيقول في المعاينه ديالو على الجثه تيقول ذبح الدري صغير حتى العظم ديال الرقبه ديالو في لي ديال الجنوبية. اي الموس مشى تر العظم وكثر الذبيح خلى طراسات في العظم في العظم داز داز على اللحم وداز على العروق ومشى للعظم الدري الصغير وقتلو وفقت يا إيه منى سمعت شي تحريك لتحت كنت شي دريتي تركل ولا شي حاجه وطلعت هو طالع عندها وهي هابطه مسكينه وتلاقاو في ديك ديك البليصه اللي غدوز من دروج لدروج وشدها تما وقالت ليه اش عندي؟ اش عندي؟ شكون انت اش عندي؟ كأنه هنا مذكوره، اش عندي؟ اش عندي؟ لكن هو شدها وبدا تعطيها الموس تعطيها تعطيها عده, عدة طعنات وكانت من بين الطعنات اللي طعنها في قلبها ضربها طعنات هنا وجاب لها وحده في قلبها وقتلها وخلاها تما وطلع الحاج والحاج فاق وبقى تيقول وهذا وهذا جميل تيقول ستبع تباع وسمحوا لي أفك لانه لابد من 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 نجيب هاد هاد الكلمه هادي ونقولها ما تقيت تيهضر بشلحا تيقول السي علي وهو ضعيف القوه والسمع ما ان سمع رغم ذلك العراق فاخذ ينادي يا يامنا يا ما تقيت ما زعما اش ما تيقولها هذا هذا احمد تيعترف وتقول لما ضربتها وطيحتها سمعت هذاك تقول ما بصحة شنو واقع وطلع لي مسكين اخر فوق فراشو راجل كبير وعيان طلع لي مشى ليه تيكتمو هذاك كان بحال شي حمامة طيحها مسكين بحال شي حمامة وذبحوه وقتلو واش كان لابس كان لابس الحوايج ديال البني فوق الحوايج النقيين وحيد الحوايج ديال البني كاملين حيدهم ودارهم في واحد الصاك جابوا معاه خبا الحوايج ديال البني ودار استسرق هز التهيب هز هادي هز هادي هز هادي هز هادي هبط مع الدروج وشوف وهي ميتة حسب الطرح ديالو تيقول خديت ليها الدبليج وخديت ليها خاتم من يديها لأنه زونكيتور سيت بعمل معاه لما عطرو على الدب ولقاوه راه ماشي تيقول لي في لقيتي هاد الدبليج تيقول لي هنا ما هادو حط في لقيتي هادي ما هادو حط في لقيتي هادي ما هادو حط في لقيتي هادي في يديها حط لها تجي في لقيتي الخاتم في يديها خاتم المدير خدامو مي داويه ميته هبط الفلوس ودا الكيسات وداك الشيء هبط ها الساك اللي فيه الحويجات في امرين بالدم ديال البني كيخدم في البني زعما راه هذاك ابراهيم هو اللي علمو هاد الخطه هذا قال لي غتمسح حوايج البني وخلي حوايج من تحت باش ما تخرجش غدير الساك قالت الاخر مكلخ اللي قال ليه ديالها وهبط هبط غادي مع الزنقه هو يفاجئ ابراهيم خرج جيب واحد القنت ابراهيم كان مع الطلبه مشى معاهم مشى واحد المعروض ولا مع الطلبه ولكن خرج في ساعه غير تعشى وبرت نازل يجي في ديك الحومه السمر في واحد القوت تبقى سامر تيشوف حمد واش غيدير المهمه ولا لا شاف حمد غادي ما هضرش مع خلاه تطلع خلا شاف حمد دخل تما وبقى تيسنى يخرج يا ربي بقى تيسنى يخرج وبقى سامع عليه عرفوا راه كاين تما عرفوا دخل الكراج عرفوا ورتص... كيما قال ليه راه تخبى وسط الزرع كيما خلاه عرفوا طلع هو شوف خرج هو تلقى ليه صافي قال لي, لي. صافي قال لك اشار اليه عن بعد تيدير ليها زعما صافي هنا نعم. شر يعني من من بعد قال لي راه صافي قتلتهم. مشى عنده قال لي صافي قال لي فضيت. قال لي ما هزيتي شي حاجة ما تهز حاجة ما تم. قال لي لا راه زدت شي ذهب قال لي لا ما كنتيش هزوه ردوا ليهم ادخل رجع رجع الباب محلول رجع ردوا ليهم. قال لي لا سديت الباب. قلت له شديتي الباب؟ سديت الباب واش واش جبتي معاك هادشي؟ تيقول لي جبتي قال لي قال لي وانا غير لقاو الحجة شوف الكلخ كيفاش دار. هادشي قال لي خبي ما تبينوش زعما قام مقتولة غادي ما يعرفوش تلقتلها ولا لقاو قتلوها مسروقة يعرفوا مكلخ مكلخ قال لي لا مكتيش مكتيش ما كنتيش شي هادشي ما لها ليها ما عرفت علاش ما كنتيش ليها ما كدا وصبحتي مصفق ولا شحالك غتلقاو حوجة وشي خصو يتخبى ما يبانش هادشي اعترافات ديال احمد قال احمد فين كاين هادشي هذا لي نوريه لكم حمد فرق مع الاخر ابراهيم قال سير الله يعاونك سير خبي هاد الشي هذا وما حالك مشى دبر في واحد الطاسة خاوية طاسة ديال الصباغة ديال الكيلو القاخ شاف هذاك الديب والفلوس داك الشي دوك الحوايج مشى حفر ليهم وراه واحد الحيط ديال واحد السور ديال المقابر وحفر ليهم تما وردمهم وشد ديك الجوية وبقى غاد خبيها الجوية خباها ومشى نعس داها معاه ومشى طلع لعند ديك المرة فين ساكن طلع طلع من واحد الباب طلع من الفوق سطح وهبط الدار ديك تقول كان اللي فاق اللي, اللي تقرقب غادي نفيق به نقز الجدار ودخل من الداخل ونعس ما, ما تشوفوش والصباح دا مع ذاك الموس ودال واحد الصبار ذاك الهنديه فسلا ورماه تما وسط ذاك الشوك مشى جابو مشى مع الفوس وجابو وحطو بعد ما قتل خمسة الناس وجاب الذهب وجاب كل كلشي جاب الحوايج ديالو نطقين بالدم هاد المراه هادي اللي عليها الهضره بزاف وقالوا فيها الناس بزاف واتهمت مسكينه اتهمت بانها عاقله وكلبه وتدير الراجل الشيباني وتتلعب عليه وتدير الفلوس وتدير كذا الانسان السنه الانسان تيهضر بزاف بلا 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 اللي ما وصلوش يهضروا فيه بزاف وما جاتش وقتها باش نقول احنا بنفسنا انا بنفسي ما الناس ما وصلوناش قالوا فينا شرات خايبين 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 بزاف 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 وصلت حتى اننا متنا كاع شي ما عنديش هضره اخرى تقول هذه المرة تتهمها الناس في ذاك الوقت بانها هي سبب ذاك الشيء وحق شي واحد صاحب ولا قتلها كذا كذا كثر القيل والقال في شرف سيده يامنه كثر القيل والقال في شرف سيده يامنه وكم لاكت الالسنه سمعتها وكم تقول وكم تقول فيها النمامون والنمامات ومن وصفهم الله في القرآن الكريم بالمشائين بنميم مشائين بنميم وأريد أن أؤكد جازما بأن البحث الذي قمنا به حولها حول سيرتها أبان وأظهر لنا أن الطهرة والشرف بعينه أنها الطهرة والشرف بعينه رحمه الله وغفر لها غفر لمن أساء إليها ما عنديش نظر ديال النظر ما معايا هادو ديال البعد باش نقراها لكم مزيان وغادي نشرحها لكم تيقول سي تبع من بعد البحث اللي داروا على ديك المرأة بعد ما هضروا في عباد الله وتكلموا فيها وقالوا هي راه هي كانت فاسده وهي كذا لقاوها بعد البعث هي طاهره امراه طاهره ونقيه وفيه الراجل مسكينه ما تدي حتى حاجه وراه مزيانه ما تدخل ما تدير ما تفعل الحسد ديال عباد الله الحسد والكراهيه بداك الزين اللي عطاها الله بدك اللبس اللي تلبس والناس تيعطيوها كاين بعض الناس خايبين خايبين بحال هكا اللي شافوه بان واللي شافوه نقي واللي شافوه واحد المراه ولات بحال مزيانه هاي اتاكيوها انا عطا الدور بواحد الطوموبيل اه توريني فيها ولا انا عايق بها انا تلاقيت بالوجه الوجه هكا حشمت منو هبطت راسها كلو بلا بلا اللي طفرو تي اتاكيو اللي طفرو شويه واللي بان شويه واللي تنقى شويه واللي نجح شويه في حياته كاين بعض الناس الله يهديهم الله يهديهم ماشي كلشي ولكن بعض الناس الله يهديهم هذه هي خدمتهم وهذه حياتهم وهذا هو لسانهم ذوك ديال دي الدرب اللي تيقفوا في القنت تهضروا في الناس هضروا في ديك المراه بزاف ولكن البحث اللي دارت لابيجي بحث دقيق تيقولوا هذه المراه مسكينه طاهره تيقول سي تبع طاهره طاهره ما دارت حتى شي حاجه مشى الظلم مشى ذوك الدراري الصغار مساكن ظلم كانت تدير الخير ورجعت يدير الخير ويعطي الناس وتتهلا ذاك ولاد عمو عطاو ذاك ولاد عمو عطاهم هو وكلهم وشربهم وعاونتهم هي وعطاتهم في الاخر بغاو كلشي هما تقول بانه الوقت اللي وصلوا الحقيقه وتعرفات الشرطه القضائيه الحقيقه بقى الزغاري ديال شي بوليسيات كانوا في ذاك الوقت اللي والدراري تيطبلوا ولا بي جي غوتات وهذا وهذا وهبط رئيس الامن الاقليمي هبط اش واقع قال لهم راه القاع ما لقاو درتي غوتو في كولوار علاش بقى فيه الحال وقطعت هادشي اشناه تيهوشو الناس ديال الشرطه القضائيه تيعيشو الان في المغرب لا لا بي جي ولا لا بي جي بريغاد ديال الدرك الملكي من مساكن تيكون عليهم شي جريمه طاحت عليهم شي واحد تيتقتل في شي جهه وتنظر الناس تيبقاو يهضرو بزاف ونهضرو على الصداع شي واحد مذبوح شي واحد مقتول شي واحد مقطع تيبقاو يهضروا ومن تيوصلوا داك الناس عم يوصلوا للقاتل راه ما تعرفوش اش تيوقع في البيروات راه بيت ماركا بيت بيت ماركا باركاتو البارصا على الريال الريال على البارصا ولا شي حاجه بحال كل اللي غنقول الناس راه شي حاجه كبيره راه تيبقاو بالتصفيقات تيبقاو التعناق في لابيجي خويا وعندكم صاحبي تيطلبوا الرشا المعلم تبارك الله عليك ما تعرفوش الناس راه ما تيلقاو را المجرم أنت تيجيبوه تيدخل تقول له قتل تيبقى الدري زورك في البيرو والسلام عليكم وتبارك الله عليكم والله يحفظكم كذا 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 تتولي فرحه كما قال الزغاريت بقاو الزغاريت داخل الشرطه القضيه وقتوا الزغاريت وما شنو هاد البوليس اللي زغرتو زغرتو مال امهم ولا بوهم ولا قتل الفرحه ديال وصلوا لشي حاجه وصلوا ما الثمانه ضربوها وتتوصل حنا نقول لك واحد القضيه كنت تطيح شروح كنت نخرج نخدموا عليها راه من تنجيو راجعين خاويين تنجيو وم... عرفتي وجهنا حشم حشمانين وتدخل لدارك وانت معصب تقول لك مرتك ما تقول خلينا الله يرحمك باك ما معايا كاع ما تاكل ما ناكلش انا ما واكلش حق الله العظيم قدر الدراري الكارو الكارو تيكميو ولما تنبسطوا للمجرم وتبقى حاسين حتى بشي حاجه كاع وتيوليو الدراري مهلوك وتيبغيو كلهم يتسخروا تمشي يديو الكذا نمشي ويه نمشي معاه نمشي واه من تيخرجوا يعاودو داك تشوفوهم تيخرجوه يعاودو اعاده تمثيل الجريمه تشوف ديك لابيج تيتحركوا راه فرحه فيهم فرحه فيهم راه ماشي بغاو يتصوروا فرحه بهم ساكن بعضياتهم كاين اللي ما تخرجش معاهم في لافور تيبغي يبان معاهم زعما انا أزركم هكا وقع لها سي تباع ودريم الجريمه هذيك ندير لك واحد الزاف في الولايه كلشي تيغوت البوس يغوتوها ولقاو لقاوه اللي قزل وكل ما لقاوش كاع ما بغا يتعدموا وما تلقاوش ما لقيناش اللي بغا يوقع يوقع لا تكون فرحه تقول هنا تكثر الزغاريت وكثر هذا دا داخل داخل المفوضيه وبقاو الدراري تيغوتو واحد ها هو تيهضر فيها باش كلها هنايا تلقاها تيقول فيها سي تبع ورقه كلها فيها على الفرحه اللي وقعات ما بين الدراري والعناق اللي وقع ما بين الدراري سمحوا لي ضيعتهم تكون شويه في مجدرين دابا دابا رجعوا رجعوا للافاده رجعوا في الافاده هذا الراجل كان مزيان خدم في فرنسا وضرب تماره وخدمت ديالو وتزوج بنت من بلادو من إيده وتنان وجابها مسكينه من البلاد وديك المسكينه مشات راجعين وكبرت تماره ديال هذا شدت الامور بيديها ولات هي مكلفه بالماندا ديالو مكلفه بوليداتها ولكن ما حرمتش حياتها لبست مزيان وقالت مزيان وكانت مزيانه لانه كان هو اكبر منها في العمر هي بغات تعطيه داك الشيء اللي يستاهل ما بغات تجي حداه حتى هي تديرها هكا لا تتبالي زوينه بالمظهر ديالها بالمسائل ديالها وتيجيو الناس من البلاد تتقبلهم وتتعطيهم شوف 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 هذوك اللي كانوا تاخذوا عند الراجل معرفت 6000 ريال في السيمانه ولاو تاخذوا غير 3000 ما بغاوش هما بحال ما خصو يعطيهم مارش داك الشيء وهذا و وانتقموا و دابا تنقول هنا زعما قتلتوا المراه قتلتوا الحاج قتلتوا هذه قتلتوا هذه شنو ربحوا زعما و كون قتلوا ما قتلوا البراء والدراري مثلا يقولوا خلاو الحاج باش يبقى يرفع عليهم بوحدو كون قتلوا المراه بوحدها غيقولوا اه راه قتلوا المراه حيت هذيك هي اللي ما كانتش تعطيهم وباش الحاج يلقاو الطريق للحاج يدخلوا فيه ومقتل كل شيء انتقاما هذاك ابراهيم هذاك ابراهيم هو اللي شد داك بركابي شدوه عمرو شارجه 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 وطلقوه مشى وكما قلنا هاد الناس هادو بجوج تحكموا بالاعدام تحكموا بالاعدام شنو خصهم من غير الاعدام خصهم شي حكم خير من الاعدام خصهم الاعدام وانا تنبغي الاعدام بحال هاد الناس هادو الناس غيبقاو حيين باش وتحكموا بالاعدام الحمد لله تحمل الاعدام